وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد السيسي البوعينين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. في البداية نرحب بك سعادة النائب معنا في نشرة الثالثة، وكما نعلم بأن خلال الأيام القليلة الماضية تم إطلاق مبادرة الإقامة الذهبية، هل وضحت لنا أثر إطلاق مثل هذه المبادرة في تحقيق التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين؟ أمسي عليكم بالخير وعلى الأخوة المشاهدين في تلفزيون البحرين. في البداية أود أن أثمن التوجيهات الملكية السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد لبلاد أيدها الله، والتي تأتي في إطار دعم مسيرة الاقتصاد الوطني في مملكتنا الغالية. وأيضا أود الإشارة أنه بدعم متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في إطلاق العديد من الحزم المالية والمبادرات الاقتصادية التي ساهمت وستساهم بإذن الله في تحقيق التعافي الاقتصادي وفق الرؤى الملكية السامية. حقيقة أن إطلاق مبادرة الإقامة الذهبية في مملكة البحرين سيساهم في دعم مسارات التنمية والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وأيضا بلا شك استقطاب المستثمرين والكفاءات العلمية، وأيضا احتضان المواهب النادرة وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم طبعا ولعائلاتهم، بما يعزز مدى التنافسية والارتقاء بالبيئة الاستثمارية في ظل تصدر المملكة للتصنيفات الدولية كأفضل وجهة للعيش والإقامة إقليميا. وأيضا نحن بدورنا في السلطة التشريعية ندعم مثل هذه المبادرات ونحرص على تطويرها بالتعاون مع أيضا السلطة التنفيذية في إطار تعزيز الجودة وكفاءة الخدمات في مختلف المجالات، والتي في النهاية بلا شك ستصب وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطة التعافي الاقتصادي. وبالتالي أيضا فإن مبادرات الإقامة الذهبية ستلعب دور كبير في جذب رؤوس الأموال وأصحاب الخبرات والموهوبين من خلال التسهيلات المقدمة بما يكفل لها العيش والاستقرار في المملكة، والتي شأنها المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير جودة كفاءة الخدمات في القطاعات الحيوية، وعلى وجه الخصوص القطاع المالي والعقاري وغيرها من القطاعات الرئيسية بما يعد بالنفع على مختلف مسارات التنمية. وفي ختام مداخلتي لابد أن أتقدم بجزيل الشكر أمانة لوزارة الداخلية على جهودها المستمرة في تطوير خدمات الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بدعم ومتابعة من معالي وزير الداخلية فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة، والتي بفضل الله ساهمت في جعل مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار ووطن للتعايش والسلام. نعم سعادة السيد محمد السيسي البوعينين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.